قولي وانت مين بقى السرعه هذه 140 في الساعه؟ شنو تحسب روحك ماشي تصطاد في الغزالو؟ 140 هذه توجه 140 هذه. تفضل تعال شوف العداد في 70 قاعده حاصله. تفضل تعال شوف 70 شنو؟ لا ما صدقش يا حبيبتي الشرطي. فعلا 140 انا وريك. اسمع انا بالراعي ظروفك، مش حنعطيك مخالفه على خاطر السرعه، انا بنعطيك مخالفه على خاطر الفنار الخلفي مكسور. مكسور؟ والله ما سمعت الا منك. امال تو شكل المكنيكه لما كنا بالسوق واحد مخر عليها السياره. ابدا ابدا هذا ليه من شهر؟ لا اكثر من شهر. ها اكثر من شهر مكسور. يا ولد دخل الداخل. وبعدين وين حزام الامان؟ تو قهوه تو بس ما انت وقفتني نحيت راه بس كنت. ابدا يا حبيبتي الشرطي، هذا ليه من يوم اتزوجت عمري ما لبس. خذ الطاقم. باه يوسف وصف ايش؟ قولي اختي، هو ديما يكشخ عليك زي توا؟ لا حشاه يا شرطي، حرام الكذب غير بس لما يكون سكران. سكران؟ ما تصدقهاش يا راجل، والله ما عمري حطتها في فمته. ايش شكل بتاع صغير بالله عليك؟ اي سكران، والشيشه ما نزلهاش بالسياره من ساعه سرق السياره. سرق السياره مسروقه. المشد المشد شرطه المشد صلي على النبي يا راجل، صلي على النبي مسدس شديد. يا راجل احنا موظف بسيط تعبان، هذه تبي تاكل الهب ب 1400 منين بنجيبها يا راجل؟ منين بنجيبها؟ صلي على النبي. بعدين احنا نسوي، انت بتعرفها من يقدرهم من يقدرهم.